بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتي وعند وضيال وهات كسل وطن برامج كأود شنات وهات كذا وطن نرسن تي في أود شنات ضبط كان وحمرتين وقع قدومية قد جهر قلين تدور شوي كهير في ضر المحمد حسن ومركا سكال على ذين برناء صحفي شني تونسون ورجلها ومهنة الصحافة كوشا غيري قرار فربضا يكسبي بنك الصحافة سيجار أهرمها أبارها يبني آدني مدوانا شيكوينكا وأوجع ليه هاي. سيدو كلام قدوميها قد قدر شوي كان محمد حسن ولقن جري ولقن كا أنت صحافة وكجري إن لم يضع كشغيري آدنا وجسور شغيري هذا وقدوميها قد قدر شوي كا وضل كا يلا وقف ليا إن مرحلة ضمن كا دور شلا وكجد بيو قدومي فرح بينوتها إن نرجوك كسلو برامج كا ودشنا. أويس وعندو هاي أديك إيو أود شناد يداو ضيا شبا وايدين سلامي. أت بدو ما أتصنت هاي. برامش كنا وحكا كبلان دونا إلا شن واحد وأكل جيبيني. قريبت كوات واحد إلا ذا هي أكلي ويجرتا هي مجرتو. سؤالها سكوبان إياك وفافا سنبان. جبتر كلابات وتجي دونا حبك برنامج هو اسمه سين أود شناد وليبر وكل جاركي هي وربعين تصوماري ذا ويان وعرجينا يا سؤالها إن الله يدنتو ضغط ويلم دنتو لجستيا شاي داو ذا شنا معلومات وافية أي كه للدوران هلا وجودجا قبته كواتكو سلو برنامج كنا واجر ثيب جرتو سديد فبرايو ما عدا إن دور شو أتكهر جرين إنسان ذا كان بجرتا أي واجرتا إن جارسين دون سيدا رجيني مسؤولية ده دورشون که قیب آهن حد مرشحین تا این معمول قبلاً دیده جبلان ادریشینیهین و الله و حکم دشوار لباتا و حدش اوریدنیه قدومیه و قدیگ دورشون که او آدیگه سام اجرته واجرته مجرتو مایساس مجرتو ویه قدیگ و حب نکه اسکار نیز زکاتیرسان یه شقاله دورد مجرته أنا أقول هذا أنت أنا هاي مجرد. ويا دور شوين كا آد بأغيرت هاي أنت اللي جربي مجرد تامس مجرد. سياسة ما كي نغطى نين سياسة كسر شغي ما نهاي. مجرد تامس مجرد مظلة. ويجرد. ويا سيدا حد عضو حكوة دان حد عضن دي بأيجس كوسا ما ينينا dalka dhibaatooyin ayaa u horseedi doontaan saamo u jireysa mise uma jirto uma jirto adoo maasantahay qaybta kowaad ee barnaamijkeena waa jirtaa iyo ma jirto isla kuwan oo faahfaahsan oo aan rajaynayn in jawaab aad ka haysana waxaan ugu gudbaynaa barnaamijkeenan qaybtan su'aal oo faahfaahsan ayaan galeynaa marka hore bal si kooban inoo ka waran waajibaadka gudiga doorashooyinka waa su'aal aad u muhiim ah weys guddigan sharciyadiisa waxay ka timid heshiiskii wadaaga qaran ee loorin jiray heshiiskii madasha wadaaga qaran ee 17kii September markii horena ka soo bilowday inuu samareeb koow uu samareeb laba xamarna ku soo gabagabeeyay labada aqal baarlamaanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ay saxeexeen sidoo kale waxa horaantii soo saxeexay shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada kasamar ku xuqeeyay in la dhiso saddex gudi gudigan oo ah hirgelinta doorashada heer federaal midka khilaafaadka oo sidii maxkamad u shaqeynaya iyo midka dowlad goboleedyada oo isagu ah mashiinkii fulinayay doorashada sida tirinta codadka araaji qabashada goobta codadku bixinaysa waxa soo dhigay maamulay marka anaga ka awood ahaan waajibaadkeenu waa in aan fulino doorasho oo wadanka ka dhacda 2022 way waxa la magacaabay gudigan November 4th maalmo kadib ama bil ku dhawaad kadibna waad istoorateen gudoomiyaha lagu doortay dhowr jeer ayay mudan gudoomiyay dib uga dhacday doorashada waqtigooda idinkana horeysay adinka marka aad timaadeenna dib u dhac ku yimiday 23ka December waxaad soo saartay jadwal oo aqalka sare loogu tartamayo sababtu maxay ahayd dib u dhacaas keen waa su'aal aad u muhiima marka dhinac laga fiiriyo dib u dhicii hore annagu maanan lahayn hawshiisa iyo mas-uuliyadiisa oo waqtiga lagu jideeyay doorashadaas waqtigeeda waxay ahayd madashii heshiiska
أي وقتي هرئ قرا لوجدي مركا تاس معناه حوي جدي لسنا مشرين أو ثلاثة جارين تاس مسؤولي دي دملي هدية صدق حلواتنا كديسمبر ما حد بقول عدد جدول بتصور سهري ما أنت جدول كسر سهريني وحن كسر إني أود إن يدير جرو جنة إن عن هذا قبنا كرد دورشة أنا كفيرين إن إن هبرعية دي نظامية دي يوحي كلا أكوحة هي رئيسنا إن دورشة لقلو أي نور ما يستريني ما كان تحقيق لي أي جدول كسيدين لكن مركب وحى كياني إن أدي بقول عنه وحى تري وذكره خلافيه لو ما عمل يدور فترة قبل حياة أو كنتي جودي كان وح كسر أي أي تري مركب سير عمر صحفيتك كسر صاريبة نين كم إذا مدحوين ياش ما بقول قبل وأول ما بض أول ما بض أتسي كياني مركب سبب تمركب أن أدي بقول عنه حوي أنا وفيرين هنا أميران ده إن وح حل كيانه أنا وحل كان غيب كنا يعني قيب واحد دي ذي نمر والبقين عن قيب كنا قلنا تفراره صدق حلواتك ديسمبر وحنا قلنا واقني إن أنا أرقني إن أنا قبنا كنا دور الشظ وح والبقي ديار اللي يهين إسلا الجملة ده هذيك وح كجرا عبدنا لبا ما مل قبلات إن قلي لقبين هل كا بنان كان يتاجين مرشحين تي وضد كي ترتمي عه هذانا وح الله هاي وحن دي بقول لك إن ليسوس الواد بل إسوافج لبا ده صورة أوكي ماشي إسكوا فقيان بمكوشي غيا أنا جا من ريت كأنه إنا ندور شقابنا، وواجبات كنا صارن، إنا صار صار جدول هي وقتي، لكن ما ملقولي هذا مديدنا إن دور شلقبته، جديدنا مديدنا، هشيس كنا مديدنا، أرنت ديد ما تودو حيك وصلي سنتهاي وح أنا جا نجا كرية، أو خلاف ولا حية دولة فدرال كيجنا، لبضبو ولبضي عند دور شوين كوقمانيني. إن مركا أي مر والبا حل شري وحل الرهادين يينا وان كوري جويني لكن ما داما انت هايكل كقوة ذا شرتي ما مو قبل ذي ذي دولو ذا فضرالكو أي كومي ذي سنين هشيس كاف أنا قواتش بينو تاين تدول صوصا وبكل احترام شرح هذا حداد أغيت أنا قان أن أغيين إن لبا ما مو قبل ذي ذي شيء هين حداد أغيت إن ما مو قبل ذي والبا أرشن ما مو قبل ذي لبا مقالو كميد علوكو قبانا يدورو شوين حداد أغيت إن كسمايو يقربهار يضوت كتاجنيد هداد أوجيت إن جبلان كل هذا تبشرين إجرين صدق لباتن كدور شرط قبل الله هاي تدي قر مدحوينها قل مدوك أوسان أوران الله يندفع نور ليكو محي عن الله أوكي وسؤال أقيم بعدين لكن سان كوشة جاي مع ملاذن جبلان يبنتي لان مديدنا إن دور شلقة وأذكر عصام وأذكر عصام ما له حق الشيء كان كم يسمى مجال هذا قربهار جدو يروح على أذكر يستوى جدي كدور شلقة لكن جديدنا مرن كما قبل مرن كو وأرين تقبل كجدو أرين تقبل كجدو أرين أن نجا وين كجديهان وأرين أباهن حل سياسة ذي أو كره ما كا دين عوين نجا سامي نساء أو حين هو سامي نساء ذي دور شدي وين نجا دبتشيل نساء وقار كم إذا معمول ذي أيان بسكي دور شد وقتي اللي صافوا الناس عقبات وين وطه لكن النجا نجمن إن ما يسوا إن دور شدي ودن كجيلنا ويا ما نديت كيوب معها أما أود نلاقي ما ذي معها إن أنسبنا سببتها إن ودن كو وحبه هي إنه دور شد سيسن إذا كجمن عينين قدومي سيسن إذا كجمن عينين أقل كسر جبلان حبني كلهين هل كيتكو قبل الله هيدا مس جبلان أقل جيران قبل الله يتشغل ما هي يغنى حالكو ذا تاس جواب يرو كفوض بانكو هاي هي ان ارنتا قبل كجدو وحاجرا دادالو كالدوان وحال لوغو رادين اي هادي مركا قبل ذا ديار كاهي وبروسيسكو كبيرو ذا وحا بلابان ايا وقتي دور شد وحا بلابان ايا حلق دور شد خلافية ذا انتيرانا انتا نظام كو سعودال لغو نحسيحي كرا او واحا لسكو دي دانيا هاي ماها wax doorashada ku saabsan laakiin waxa la isku diidan yahay waa wax farsamo oo qoseya maamulista ama gobol ama deegan ay doorasho ka dhacayso marka taasna waxa laga gaari kara heshiis siyaasadeed oo u dhaxeeya ciday khilaafaad marka waxa meesha marka nuxur koodiyo waxa weeye midtalan saddex maamul goboleed oo galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed banaadiriga iyo kuraasta reer Wagooyiga xamar lagu qaban lahaa dadkoodii gudiyadoodii waa diyaar tababaradii way qaateen maamul goboleedaas baarlamaanadoodii way diyaar garoobeen
وحي ودياري هنا دور شقبتان كوا دوت كما تاغنا ماشان وصولنا ودور بهار يكسمايو سيبا دور شقل كسر اوغا قبلنا هيدن مودا وحان اوغا قبلنا كو شيغيا ان هدي كون بلابان سيستم كا ودا هادلدان كاله iyo waxan isjiid kana waxan rajay ka qabnaa inay dhamaanaya iyaguna marka ay system ka soo raaciya nidaam qorto waa sidaas laakiin waqti ma haystaan 8 Febraayo waxa sababta aan jadwalka u soo qoray waa sababta aan jadwalka u soo qoray sideedaba in hadii midba aw is midba ku sheegaya xilbankii ugu horeeyay maanta hadu soo baxo oo la doorto ee aqalka sare ah waxa xidmay albaabki baarlamaankii 10aad ساسو كحيل. مرك حلي بنا ذا كلاك كسر أنت مقلاني ساهم هذا نصابيا. حفرمي الباب كي برلمان كي كوفيد يعني برلمان كي حيجي أي حفرمي. مرك برلمان كسؤال غي أبا إني مرك قاعدن كرتبيل لواب بلاد لكن هدي مربى سيستم كدور شدة يعني نظام كي هبرعي دور شدة يعني إرجاد الله يسكون خلاف سنة جوابه دور شدة الله يسكون خلاف سنة. ان تيرادا ان حلوانا دا اسكو خلاف سنه حنانك دورشدا لا اسكو خلاف سنه وحاسلان اسكو خلاف سنه لكن واحد اسكو خلاف سنه هي واه مخي وا غوب اي كدعيس عيد ماموليس لكن هو واه فرصه وا واه اوو مهم غدومي وا واه اوو مهم سن ديغانادا لوو بلامي 10 كمغالو يو غوبلكا بنادو 11 ان لاغييو صناديق قد بخينتا غديو دورشدا لاغييو واهي ورفا طب قال كم واحد كنا واقص النتيجة أضبحين تويان وركنك أقوينا مرك هذا أنا جا يضع وضع النشء كتو أهمية كبلارن أيها جرتوا أكلية عم بلونه بشر طبعا وقف كضع وضع أفهم كرا بكم شيء يا نظام كم دورشة وحب إسكو حرام دين محمد دائن وحب كلا يدوين يعني ووح خصينا يفضل عليه مثل ما مقولات كونفرق البيسو هذا ديار يعني إن دورشة لقى قبته حلو جدا دورشة ده أنا اللي شوفه أي سن سلوكنا كتشرين إن دورشة لقى قبته ويراه ده أنا ونشوف لما نروح يرانا يا يعني واحد يا الله حيرنا يعني نشوف لما هالدينا هالدينا إلا أنت جوب لنا دورشة كده عيسو شري مرة ما يسترمين definitely حقيقيا عدين ما أنت أنت comfortable بيت أما هيرشة ولا أنت دورشة ما أنت قبته ويدو أقل كده صار صوص عرفته أقل كسرة وحسوقية. أقل كسرة جبلة. لا أنت أقل كسرة جبلة. أنا ما حسنت. وأكيد بين الناس أشياء. وأنا هلا جوابتي. بعض ما حسنت هاي ضوداش إذا نحرجين إياه. إن جوابته سهلة. واحد لسه حريري ولا هو نهج قلبه ده. قرقر. واحد كعط صديق سيدا كعط. جدول كي ورصة حافظات كي دي بلعة جدول كاسي إن دي بلاريجو. مدة تضبعت. أنت أنا خلية. محيدن كويري أنت اسمه يعني سببك هلا محيدن شاقي سبب تدبل أقول لك إيه هرت مدحونا قبل مدوب ومدحونا كم إذا شنتي مدحونا إمام القول إذا هشيس كم كتشري وده تاسو هذا وقت هاي جد جونا وجد مدح بنا ويسقى جوان أوله سيدا بقى أنا جا جوان كله إن أن وقتي إنه دور الشلا مركان وقتي إنه دور الشلا دمان فخيمان أول الدخري إمام القول إذا أنا كو أقول إن سيديني إنه تدخل كي دور الشغل. أقول سين تاسي وحيلا حيلا تا إن سيديني إنه ما تدخل كي دور الشغل. ماذا حين قرقر محقير؟ مظن. مركا شن مع المود اللي جت مركا دور الشغل تدخل كي سيديني. أي أيو أنا كا قف أهان إلى صحيح ما دام المدومي أي. حنا إيش يا جاي إن وكتشي بدال وحيابه تبى الشغل حاله وحلنا يه. أينا تاس درتيد وباهي هاي ويران. سي اسكمر قبلات أنا أيوة بلامطة إن وقت لو بهني هاي الغصية ذلك أنا مركز تاك إيجي وحن ضادي نحدي جي قديجة أو شيف دك دك أنا سوي عري إن والله قد ضادي إن وحصاب حضي أنا جاك قديه هان مرة وبا إن ينو أنا كسنت هاي وحي الصومالي ده إيش سو بوينية يفرصة كستول الصين يضطكو إنه يسوي ما برفع أوي أنا ما سنتها أنا أقبل الله مركز أساسا وحنكو أقبل الله عطسي ولي بعنكو قوسي در قدي وحيسور دوي سواب كستا وكيني كرتا إن 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 وقت لسين كرو نبطا يو حلينتا وحيابها تلاشادا إيجل وهي أنا قمت دورينا إن قايب كان تام عنه إذا وحويان دور الشهر وقت يقضونا لقين دونا فبراير مارش أبريل مي جون شلاي تاسم صورة قال ما نعون كرتا وحلو سوسو جيدات الماما يسادي
هدي دي بنعطيك كور. هدي دي. وبريتو أما مدحوينها كونفور قلبت أما هيرش شبه اللي يديه هذا خور خور بعض كي يشيل دي بنعطيك. مدحوينها فدرالكا مدحوينها قلب مدو مدحوينها كونفور قلبت مت كيدونا أي سياسية أنا قعدت يونس وقدي. مركو أقبل هسا. ما يا عط سياسي قدي جو إسقى قانك جاله وكفر إسقى يا هدول لاتش جو أركو وح مانجلا أو أمضي يدك أضنع. أنا جا حل بان ربنا إني دورش ده حل نقطة مرة ربنا دورش ده إني نقطة دورش ورير كين تعبو إنك جودي أنا جا مرة ربنا واحد عصب أو سمالي ده يسكن عضو أو كوكلة فوقات إنا الأمر رسول مرة ربنا مرة كوحان دوننا إنا قريب كان نقطة حلك أنا ما أحسن أساسا وحان وتيح جلني إنا تلاكستا أو سياسي بو أما دتك جو أنا له أي نوسو حديب أتكو قصبنتي هين إن هرججت أتكو شقيسان ما حد أصو صارته جدول إسلام لكن قلت كيسة عدن ضمانت قاعدة كرينا وسؤال ونكسن إن حيرتشبك ومر والبدنت هذا ذو أركت إني كتشرت أمدة واتكو خصبنتها وايو هشيس كنفتي كيسة وحوقها أن دورشة ذكو قليلة حوقها أدي أنكو يدي حيرتشبك يعني هب فرسما أول إسكو وافقي بوها وايو شعي وحاها نظام كي إن قد يقرن دورشوين كو أي ما إيسوس عارين إيه برلمان كميل مريء اللوح ذي كاسح شرعي دورشة رسمي قاها هذا نكي لما قادن إيه محل جلي حيرتشة مركا دولنيا الصومالية ونما لغاتنك سنة جدا بيسي وحي كسور لسنين هذا مركي وحي استعجان إن حيرتشة بالجلو ما يفهمتي إن شديد فيبر وريكهر عند دورشة قبلنا نوابية كمان دبعان يعني سان رجينين يعني واحد كوه حقي شنكرية واتا rajada aan qabnaa waxay tahay in 8da February koor ay doorasho dhacayso oo xildhibaan waa laga yaabi karaa in daahiyadan kale iyo farsamadan kale iyo waxyaabahan dib isu soo riixay in 8da February de qofkii ugu dambeeyay xildhibaan ay uusan soo bixin oo laga yaabi karo in ay intaas maalmo dib uga sii dhici karto laakiin inta ka horreysa aan la gaarin in xildhibaan ay soo baxaan oo aqalka sare la doorto وحلما نقل قوسا يصبحان ضد الخلاف كل ربه هجره وسوغبسك اللي ضونه هجره خلاف ورمانية سيكو حقيقي ستسالان قصيني هذا مرشحين مدحوين وضوري الطبان أعبانان كإذا كتاقين وانا موادنين تا كرسيقان وطرتمية فرن بيقان عضو هايسان إياكي هذا دان لغي السنين وطبشادو دو قدقان داريلها هذا كميت كيهين إن الشغالة الدولية دي عسكري يكون جرا أو ذكاء قنعينا سبعة سديدة فبراير مدحون يكون جالسين إسا أرتا تعرفت أرتا أتى مرشحين هرت هادين مرشح وحاقف كل يلا ذا بري مركا إن وفي جبهية بوحية فومكا هي شروطها وأوقاتها شهادة مرشح يعني بعد فورت مركا سو شرعيا مرشح يعني لكن واحد هذا دنا يعيش السياسة يعني ده دنيا إني أطر طبعاً كراستا أما أقل كأسرة أما أقل كهوسة أما مذحتني ما طبعاً جودي قال مرشح رسمي أو نقاية ما لين تا سيدا أن تقول كودي تشني هبرع ودي تشني كقطمة إلا تضرب شروط إنه قفل بوري أدون كل وادي بكل احترام بكل احترام وبكل احترام الشهادة وبكل احترام شرح هذا أنا قدرينا يا تخصصي هو ميديا وحقيقة حاجة سياسة أرب حنظة عنو استعمالها يا سياسة يا صحافة أنتوا بوقوع عن برتاي مرشحة قحطان كيسة شخص جوستي إنه أطرتمو حل كم إذا حلال كدور النمر وأنت عن كوه إنه تعريف كأبوا قي حد ضنياش السياسة مركل يراه ذو
وترمينولوجي إن بدن كفوك قف هم يجلسوا ياي إن كرسي ما تحتنا مو ترتمه واي أقول الله ينعيسا وأقول له هذا ما بده كره حد مرشحين تبغى تحتنا ما ده صوماليا ما قاعد مرشح على مصين كره التخصص كذا أما تعريف كعد أدري شو اللي صار وين أنا أقول شخصيا مك عن شقة أردية وأنا ليه كره حق بنا ولا هي شقة ده سن أردية مرشح بنا قف كنوا ليه كره تبي لما تاني صوبه النجا ماي النجا وحنا يجودي قرن ده كورن ما نحونا مثلاً برمجة هدو ما أنت حكم كأو أردية أو مدحوين الربو ما ليه كروه مرشح كجودي أهل جذي ولي ومدحوين صوما هدي ويل هذا ون أردية ترتن كمرشح نيا مالن تقو إيجا قاطه شهادة ده مرشح نيا ماذا أيام لستي جايجا كوسو ضابع يا ذاتك جارسين يا أورني يا هبل هبل أنا كهذا كان كقول هذا يا ما أها كان بلشدة هذا كان كقول هذا يا وشرعية جديدة خلاص عناينا مدحون قارو حاتري وعتصدي إن وضح هذا لا يددلك وضح فرصة للسيو نجا عتصدي وأنا قبلنا سوسيدا ما يو وكيل وجيه وضح هذا لا أسمع حكومة ضبحه جودك يا وكيش كل يوم مدحون سو يا وكيش يا وكيش أنا جس أش صرت لقمة يا أبو حكوا عنا لين إسقى ويديس ويا إسقى ده ذلك وضع دوسوني كذا بلا عطس قاعدين ويا ما نقدر ما دام ودنينا يو إن سومالي يشل وقته أو حوض القفصته أو دارشته أي سنسي حب قنا إنه قبل عمان أنا جا قاضب كأن حيرين إنه واقع وحن حيرين إنه يشل وانشو وحن وقت السنة إنه عيد كستو ده ذلك بحنيسة يعني سان هريك وش يعني مرة بنا إنه قيب كنا قلنا خلافات مرة بنا إنه واحد الصب وضدكوا كلاتكان عن سمينه مرة عيد كستو أتير هذا وردريش بنا إنه لو واحد لو حلينا يو ina waajibaad qaran oo nasaaran sharciyeenayna ku qorantay wax kasto dan oo ah dadka in gudigu uu qayb ka yahay laakiin ka waran qofka aad ka aqbashay codkaas oo codsigaas oo madaxweynaha galmudug ah dadba aaminsan in uu yahay furaha dawladda dhexe ama federaalka ee maamul goboleedada ama siyaasada doorashooyinka in wakiil uga yahay xukuumadda dhexe qofkaas aaminsan inay iska weydiisay kuwanta ما حد جواب سين لحد غفقاس ما دام فرصته وصلوه لين ورئيس كان إنه صار فارست ما تهرتوا حنا نقول جوابي كريم تهرتوا قرار أنا قميه قفك ساعة مثلا قميه مركز عشان سمير إجا قصين كرت أما جدي هان كا قصين كرت بنشرين يعني تحسن كك جواب لها مداس بدل لذا بدل حوين قرار أوضه ما حدكم معنين لحد مامد دولت ده حق مامد قل مدو كسر الله مامد ما عمل قبل هذه الأوحي السوق هذا يكون جور عيني فين؟ نبي ننتي أنا ورك على شيء من مدحين قرقر أنا قو شخصيا ما كان له الله لأن آد هذا لذا نبضات وكل يشون ويه إنك علوي إن دتك يسوق وهذا إنك علوي إنه وحليه وحقيقة مهان أنا جدي هان نقل عي وانت لكن رجلا كقمنا وحيته إن كل جور يسندون أو أي دور شدنا مركزي iswala raa ay inoogu bilaabay janalka uu kugu soo gudbiyay codsigaasi mid rasmi ah ma aha email ma lagu soo diray ma si kugu soo gaaray waa mid rasmi ah rasmi ah taa soo qorteen ayuu qornaa haa waa mid rasmi ah waya wuxuu hadda wareysan barnaamijka uu dhashanaad ee Darsan TV waxa marti ku ahaa dad in kan la soo qabsatay gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka Soomaaliya uu leeyahay federaal ah Maxamed Xasan oo sida hadda wareysan wareysigan si adag ولكن يقولون ان الناس 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 ad gudoomiyaha u tahay dawladda waxa laga sugeeyay inay gudi magacaawdo gudiga shuruudihiisa waxa kamid ahaa inuu dalka tartamayo dhaxdhaxaad u noqdo dadka qaarna waa Soomaali oo shaqooyinkooda ay wataan kuwa kalena waa kuwa la safan xukuumadda dhexe ama dawladda federaalka Soomaaliya waxaan rajaynaynaa in qortii labada garab u dhaxeysay uu noqdo hayashe hadda waxay u soo xulayaan oo ay la shaqeynayaan dawladda dhexe hadda ku jawaabaysaa okay horta qofku ku eedayn kara laakiin eduna waxa ku wacan tahay inay leedahay aasaas mitala marka la yiraahdo hadda gudigeena ma ku jiraan xubno ka tirsan dawladda xubno ka tirsan dawladda
oo xafiisyada dawladda hadda ka shaqeynaya gudiga ayaan ka mid ahay gudigeena maalintii la magacaabay ayay waxay noqdeen gudi qaran waxa ay yihiin waa gudiga qaran intaan hadda shaqadooda ku ogahay waa gudi qaran inay yihiin waa laga yaabi karaa de ka hor inay xafiisyada dawladda qaar ka shaqeynayeen taas anigu inay hadda ka sii shaqeynayeen kale ana laga rabaa inaan xaqiijiyo laakiin hadda cid ka shaqeysa xafiis dawladeed oo gudiga qaranka ka mid ah kuma ogi gudina waa gudi asaga dhan madax bannaan midka saddexaad waa gudi ku yimaada magacaabis xukuumadeed oo barnaamijkii doorashada hirgelinaya saddexdaasi gudi kan hadda hogaamiso waa kee barnaamijkeennu waa gudi isku dhaaf ah oo ka kala yimi maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ayna iyagu soo magacaabeen laakiin waa gudi madax bannaan oo ka madax bannaan dhinacyada siyaasadda qaybta saddexaad ee barnaamijka ayaanu gudbaynaa caqabadaha hadda si leedahay doorashadan gudigan ay ku horgudban yihiin maxaa ka mid ah horta caqabaduhu way badan yihiin xaqiiqiyan markaan kuu sheego waa laba dhinac dhinac waa kore ee siyaasadda oo mar walba muran soo baxa u keenayo inay doorashadu jiitanto jiitanka doorashadu sideedaba marka muudka ama xasaradda doorashada la galo dadka tensionkoodii ama xiisadii dadka ku jirtay baa kacaysa markasta marka doorashada waqtigeedu dheeraato waxaa inagu dheeraanaya xasarada qodobka labaad u gudub qodobkaas waa kaas qodobka kale waa qaabka qabaa-ilku wax u qaybsadaan oo ay ka keento iyana dhibaato badan waayo doorashadeeni maaha doorasho furan oo qofku intuu soo kaco yani anigaga gudoomiyaha ah maanta yani intaan saf galo ma codaynayo xildhibaankii aanma codaynayo tiro yaroo kooban baa u codaynaysa taasina marka waxay ka dhex dhalanaysaa qabaa-ilkii tartan fara badan oo iyada laftigeedu waa caqabad kale oo u baahan xal caqabada kale ee iyada jiraysaa waxa weeye waa waxyaabaha ku gadaaman ee musuqa ah oo runtii annaga aan walaac badan ka qabno mar walba waayo sidaan ognahay mar walba doorashooyinka soomaaliya waxaa farta lagu fiiqaa in wax isdabamarin iyo wax ka dhacan kuwii hore marka taasina waa caqabadaha kale ee aan u jeedno dhinacyo kaloo way jiraan oo annaga naga baxsan matalan dhinaca ammaanka iyo dee waxa la xiran intaas mas-uuliyadeeda ay tahay ciidamada ammaanka iyo dadka la xiran marka meelahaas weeye caqabadaha ugu waaweyn ee noo muuqanay waxaa jira caqabad kale waxaad ka sheekeysay amniga qabiilka siyaasadda iyo khilaafaadka arrinta gedo oo qeyb ahaan aad ka hadashay waxaan soo qaadanayaa qoraalkan oo ka mid aha khudbad uu jeediyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe dagaal sokeeye dib u dhac ka dhan ah dagaaladii al-shabaab lagula jiray iyo fowdo ayay sababi kartaa doorashada ha laga taxadaro oo yaan la fududaysanin ereyadaasi waxaa sidaa u yidhi madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe sidaa ma u maqashay mase kuu muuqataa khatartaas waa sax waa in doorashadu ay yeelataa mas-uuliyad waa mas-uuliyad qaran axmed madoobe isaga waa madaxweynaha maamulka Jubbaland wuxuu ka mid yahay shantii maamul goboleed ee saxeexay habkan heshiiska waajibaad iyo mas-uuliyad bay isaga laftiisay kow ka saaran tahay in taa la fuliyo in la fuliyo heshiiska in gudigani uu fuliyo in Puntland ay fuliso in Galmudug ay fuliso in Hirshabeelle ay fuliso in Koonfur Galbeed ay fuliso yacni waana in si mas-uuliyada oo wadareed ah arintan loo wada qaataa gudi iyo maamul goboleed waa aaminsanahay waana ku raacsanahay madaxweyne haddii mas-uuliyadaasi uu tilmaamay adigana aad ku waafaqsan tahay iminka weliba uu sheegay inuu diyaar uu yahay in la dhagaysto wax dhagaysto tanaasulo doorashada laga fogaado doorasho dhinacyada la haysta inaan la qabanin maxaad u dhagaysan weysay maxaad ula fariisan weysay waxa uu tilmaamayo khatarta ah in aysan dhicin go-aankeeda maxaad u qaadan weysay horta meel aan go-aan u leeyahay ama codsi u leeyahay annagu aan ku diidnay ma ay jirto saan aan qoorqoorba u dhagaysanay baan diyaar u nahay madaxweyne kasta oo goboleed ama madaxweynaha federaalka
codsi kasta oo noo soo jeediyo inaan ka guddi ahaan ka fadhiisanno ka doodno haddii aan u aragnay inay tahay wax u saxan ummadda iyo hawshaada aan sheegaynay inaan kaga baaqanno waa go'aan aan qaadanayna hadda axmed islaam hadduu caawa talo noo soo jeediyo waan ku qasbanahay inaan dhegaysanno waa madaxweynaha iyagii ixtiraam unaga mudan yahay waa dadkan doorashada u qabanayna buu ka mid yahay marka inaan mar walba qancinno oo gariyeyga u noqonno oo ku qanacayno in talooyinkiisu ay lagama maarmaan yihiin waa muhiim siduu arkana inaan wax u aragno aad bay talada axmed badoobe warbaahinta uu la wadaagay shirkii siyaasadda soomaaliya lagu taageeray muqdisho ka dhacay inuu ka jeediyey hadda garow uu ka jeediyeyna waxay ugu weyn arrinta gado garbahaare oo uu dalbaday inay noqoto magaalo degmo ka tirsan maamulka Jubbaland dowladdana ay ku wareejiso loogana dambeeyo doorashadan ay ka dhacdo intaas ma wax xaqiijin kartaa axmed madoobe axmed madoobe waxaan u xaqiijinayaa inuu isagu Jubbaland maamulo oo uu mas-uul ka yahay intaas waa cid isku haysataa ma jirto laakiin gado wuxuu aaminsan yahay axmed madoobe in gacantiisa laga farmaroojiyo dowladdaysan ka oo dowladda Jubbaland isaga ka arrimay aad bay su-aashaasi muhiim u tahay wuxuu xaqiijinaysaa in garbahaarey doorashada uu ku qabanayo axmed madoobe horta dee inuu qabto waajib isagay ku tahayba laakiin sharciga ba qorayin uu ku qabanayo wuxuu ka cabanayo waa inaysan gacantiisa ku jirin maamul ahaan lagu wareejiyo su-aasha markii ugu horreysay kuu sheegay khilaafkaasi waa mid annaga naga sarreeya waxay u baahan tahay in dadda ay ka dhaxayso ay ka wada hadlaan oo ay noo xaqiijiyaan in doorashadaas meesha ay ka dhacdo waa dhegaysanaynaa iyo talooyinkiisan qaadanaynaa iyo waa xalinaynaa iyo way naga sarreysaa seeba isu waafajinaysa waxay isu waafaqaysaa midna waa mid doorashada la xidhiidha iyo qabashadeeda oo madaxweyne axmed islaan wax kastoo doorashada ku saabsan iyo hannaankeeda taladiisa xaq buu noogu leeyahay waana dhegaysanaynaa laakiin arrinta gedo waa arrin guddiga ka koreysa siyaasad ahaan ka koreysa una baahan in dadka ay ka dhaxaysee kore iyagu ay ka heshiiyaan meesha aan taaganahay waa taa haddii uu yidhi doorasho aan loo dhammaystirneyn oon wada ogol ahayn dhibaataa ka imaanaysa adigana aad leedahay waa arrin naga sarreysa miyaysan khatar ka imaan karin doorashadaad guddoomiyaha ka taha laakiin doorashada waa laisla ogolyahay axmed maxamed islaam axmed madoobe ereyada aan akrinaya waxaa ka mid ahayd doorashada haddii wada ogol aysan noqonin oo dalabka ah in garbahaarey gedow lagu wareejiyay maamulka in cawaaqib xumo laga dhaxlayo marka taas waxay ku wacantay inaan madaxweynaha soo weydiiso laakiin anigu waxaan ogahay in maxaa axmed islaam madaxweyne uu heshiiskii qayb ka yahay uuna saxeexay haddana aysan jirin meel uu uga baxay diyaarna u tihin aad dhegaysataan maxaa dhegaysanaysaan taladiisa oona qaadanaysa aad umaadsantahay waraysi aad siisay mid ka mid a warbaahinta waxaad ku sheegtay in xildhibaanada 275 ah ay yihiin 275 jilib oo beelaha soomaalida ah jilibyadaasna ay ka mid yihiin dad quudareynaya in jilibkooda oo kuwo kale ah uu mar un kusoo wareego kursiga oo iyana ay ku dadaalayaan waxaad walaac ka muujisay oo aad tiri waa arrin qodxo badan ay ku xindaaban yihiin dadaalna u baahan seebad u xaqiijin doontaan in aan la musuqin oo isdabamarsiin iyo ku shubasho doorashada 275 xildhibaan aysan saameyn ku yeelan awey sabta waa su-aal aad u muhiima waxaad moodaa inaad qalbigayga ku jirto say xanuun iigu hayso arintaasi 275 xildhibaan ee aqalka hoose waa kuwa lagu dooranayo hab qabiil hab jifo sidoo kale 54 aqalka sare iyaga laftigoodu waa hab qabiil kuwa sida lagu dooranay marka yaan xildhibaanadeena oo dhan waa hab qabiil waxa lagu soo dooranay waxa markaba walaaca anigu aan uga qabayaa waxay tahay 20 sano ugu dambeeyey siyaasadeena waxay ku qotantay wax qaybsi qabiil oo ah 4.5 sooma waxaa markaa reerihii u qaybsadeen jilibo intii dhow jilibo isku bahayba hal kursi bay heleen qabaailka qaarkood waxay samaysteen dhaqan siyaasadeed matalan inagu waxaan naqaanay oo xeer dhaqameed la odhan jiray si taalamida marka qabaailba waxay u samaysteen xeer dhaqameed siyaasadeed xeer dhaqameedkaasa marka wuxuu keenay adiga jilibkaaga inuu sanadkan leeyahay jilibka kalena sanadkan leeyahay laakiin taasi maysan baajin qanacsanaan la-aanta qabaailka gaar oo waxaa dhici karta qabaailka tirada badan inay isku kooban kuraasta iyagoo ka tegaya kuwa yaray laakiin annaga waxaan u xaqiijinaynaa oo shaqraaca doorashada ku qoran waxay tahay
إن جديدًا سيدك مامو قبلتك يقر مريشة جديدًا هير فدرال الجوبت تجوعه أي خبيان إرجوين كبقول يكودة إن أي كودة ترسينهين تشيلي بدأ إسلال الكرسي أو تشيلي بكيرة يكيب أنا منا أنا لقتين يعني قرشها أنا جنودك سواك سانكو حقي تشيلي أنا واسدا وياه سؤاله ويجرتا يمجرتو وحكم يضحى إن ورجرة مكان جري قلن جري عاد أحايت شان يطولن صنو مدعا ودقة دورة شادا أياد صوغة شي وحلوغو دورتي قدومية ودقة دورة شادا وأي عرق نما دادا انت عنك أخريي تاريخ دادا أما وحبرة شادا علمي تكنولوجيا دا ما أدبرتي تخصوها كامي دا حايت كما جرتو وأي عرق نما دانك سياسة دا يدور شوين كا سابق وفضلاتين عن نغطو قدومية ودقة دورة شوين أنا أقول لك أن هذا المكان هو 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 يعني قفك أريمه بروشة كشة قيّة وقفك أوجحه بجالس سياسة يعني وحن أوجهي هبك حنف كيني كرا إدتك لوكال إيري كرا وحن أوجهي هبك أن حنف كيني كرا إدتك ليسمو ذيك أنت أصبح حقي برتاي أوري توصلنا أو أن أريمه بروشة أن كشة قيني يعني مثلاً حرون رقنا أو كان على يراد نيروب كتال أيا بان أقسمك كها سنة بدن يعني تضاد والبا أنت أصل ضاد أو برنامجية أو برشدة يحيابها كحيرنا بن أجسامي أو كأها أفك هجية أو معلومة بعشرين دم أنا هجان كيان كتيرين لكن سياسة البرشدة ويرتها قف يجا أقام رمانت وحل هجيان وبرش إن أقول أهان معها إن الكرسي إمادة أو كرسي سياسة ذات فريست لكن هذا نرمي برشدة كنحشقي أو لنا عيب بدن أو نبدأ هذا، إن هشيسين هذا، إن خلافية هذا، إن علمي بارست هذا، وحاولت واحد قف هنا واتها، وحاسو أحسن بمشي صوالي ضعيف لسنتين، وحاسين أو وحياة بعد عن سلة هاي وغيران هاد وحيقع عاونا يا، إن أنا واحد بدن لجيسته، إن أنا واحد بدن راديو، إن قد جنة أو أشقي يصير قد نقوم كرا قد دحلا، أنت سووا وحياة بعد سنين يكل سوني دفع، أنت هم قوف لان تاعي، مركل حدك الشقادة هذا دورشوا على أبناء الدنيا ما أنت تخصص أي تحي إن استاتيكيس إيو محامكو إلى هذا أفريج لقيمة إيو سياسة عالمية لدجيو الدنيا تخصصي إيكا لغيان مكوكو فيلم تاي أنت عادشكت إيمان هل جواب تاكا بحينيان إن أنا قدامي أنا هاي إن وحان حق أولي هاي إتكستو أو إكسبرتية وحان إيقاسي أغوان بدل إنان صو هاير غري سنكر إنان كان سنكر أو لطليا يالاني يعني قد يوحى كم إذا إن قرينا كم إذا ضد سياسة برتيبة كم إذا يعني قد يقول أنيك كل جيمة. أنا ما أحسن. جواب وافية. أنا ما أحسن جواب وافية. وحجري قد كهري قد كان أو دور شذي برلمان كي سجالات صوما مولاي تن حكومة دي كهري سام برلمان كهري سجالاتنا صولي سكان تبناتنا صوما مولاي و أبوكات لقي وهجامين هي نتكاسي ما كفائدي ستين ما لحريرتين وما ككرر ستين ما كور حيسان أبوكات لقي طيب ما جاها سك أبو جوب الناس تاو برا السيدة كيان جابا تكيب حين يجي بكم ده كديه دي كسر شقي وقت يعذور شلا وكو أبو بدن حق رعية النيل بيتشيني يهري هم النيل تاني خبرة دو وانتك أبو بدن يعني ودك وقف أيديني وصح وكفى إذا سني وأنا استعمالي وأنا ضدك يجي وأنا باهي وأي حرفة أي هيام وضن كأوباها أنا قيس كذا يعني وضن كأوباها مركا مرحبا مضيع كرا وي أنا ما سنت لا وضيال قيبتي وجود بيسي برامج كنا أيوة وجود جرنا بدل وجود مي وحن وجود بينا قيبتان وأه قيب سؤاله كوكوبان وجود أنكو سوق هذا رينو سؤال شيء أنكو بلاون برامج كنا ويجرت مجرت وحكم ضحى دور الشضان حديق قلالاسة سببتو ودباتة اي دعضو انو او ان كرشاق ني برامش كان قيبة بضانو كاميدا ان مرشحين تن ادي كود يدين يهين مامل قبل ادي جبلان انو كهضلني دادالذي قرقور كهضلني
annagu waxa soo dhan og haday sababto rabshado ama dagaal la sokeeyo marka qaar gaarsiisan walwalka la muujinayo mas-uuliyaddeeda adigoo ah gudoomiyaha guddiga doorashada ah dusha u ridanaysa. Horta waa su-aalaad gundheer laakiin hal wax baan kaaga jawaabayaa. Annaga qiyamka aan ku shaqaynayna guddi ahaan waa doorashadan inay noqoto doorasho xaq iyo xalaal ah oo nabadgelyo keenta. Maraba mas-uuliyaddeeda kuma jirto inay doorashadu noqoto doorasho qalalaasa keenta oo dadka isku dirta oo dadka kala fogeysa. Ugu yaraan waxa sababta aan rooyinka ayayna taa ka mid tahay. Wixii dhici doona waa qaybkeeda. Aniga matalan doorashadu iyadaa xumad ah. Waxaa laga yaabaa qabaa'il gaar ah oo meel kursi wada leh in khilaaf ka dhex dhici karo. Yacni wax waxaa jira doorashada dhan isaga dunida o dhanna dhibaatooyinka noocaas iyo doorashada ahay waa wax aadiha xumadeedu inay ka jirto. Lakiin intaan yarayn karo inaan yarayno baa ahwal jira. Haddii doorashadii noqonaysa mid loo dhan yahay oo isqabqabsigana sii ballaarto wada ogolna la waayo diyaar ma u tahay inaad shaqada ka tagto iska casiisho tiraahdo waan ka tagayaa shaqada? Horta iscasiladu waa wax jira. Qofta wuxuu iscasilaa maalinta uu ku fashilmo inuu shaqadan qabto. Shaqada qaranka ee la igmaday hadday siday tahay inuu gudan waayo xaq baa laygu leeyahay inaan iscasilo. Cabsi kama qabataa? Wareys aad bixisay waxaa ku jiray orah ahayd waxaan ka shaqaynaynaa wada ogol Soomaali wada jirta isku xiran muuqaal wanaagsan leh nabad inay wax ku xaqiijiso diyaar u ah mucaaradka cabashadoodana qaarkood waan la xiriiray oo waan wada hadalnay. Yaad la hadasha mucaaradka ka mid a murashaxiintaficlan waad dhihi kartaa todoba ilaa sideed ka mid ah mushaxiinta ugu tunka weyn aan ku leeyahay anigu markaan ku leeyahay musharaxiinta qof caadiya sidiisi baan hadda kula hadlaya yani publiga sida bulshadu ay og tahay yani anigaa shaqsi ahaan ula xiriiray la hadlay mar walbana waxaan maxaad ku tiri dabcan inaan anagu guddinahay dhexdhexaad nahay wixii kastoo tabasho ay qabaanna aan diyaar u nahay makaa guddoomeen makaa aqbaleen ismaadna fahmi waayeen haddana ma isfahmina isfaham daran mamar naga dhex jirtan taasan ku oga wax ciladaho anaga naga dhex jira dhinac ayagaasi ma jirto. Waxaan isticmaalayaa adeegsanayaa ilahayga wararka ilahayga wararka hadday sax yihin waxaan hubin ma kuu soo gudbinayo adigu waxaad leedahay inaad ka jawaabto oo aad ama beeniso ama aqbasho laakiin anigu waan hubaa ilahaan isticmaalayo. Waxaan hayaa inaad la xiriirtay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka mid a murashaxiinta u tartamay xilka madaxtinimada Soomaaliya diidayna inuu idin soo dhaweeyo isagii guddiga ma jirtaa? Su-aashaan horta isaga soo weydiiyay maadaan ku weydiinay adaa ila jooga mudan anigu waan kuu sheegay toddoba ka mid a murashaxiinta hadda ii sheegayso anaa la xiriiray ku jira Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku jira Cabdiraxmaan Cabdishakuur inaan kaaga jawaabo diyaar umay aad aan mahadsan tahay waye jadwalka aad soo saarteen 23-ka December ee aad ugu dhawaaqdeen doorashada aqalka sare waxaa idinku kalifay walaac beesha caalamka iyo dhaqaalihii inaadan ka heli karina si beesha caalamka u xaqiiqsato inay daacad idinka tahay qabashada doorashadaanna aada ugu muujisaan dhaqaalana aada uga heshaan ayaad jadwalka usoo saarteen ma jirtaa? Jadwalka waxaan usoo saaray inay tahay waajibaadkii naloo igmaday ee aan u dhisannahay ayna tahay xuquuq sharci oo aan u jiro inaan jadwal soo saaro doorasho. Waya aqalka sare ilaa iminka wax isu diiwaan geliya ma jiraan oo xildhibaanada? Markaan si rasmiya u ogaano listigooda ayaan taa shaacin karaa. Maxaadna la wadaagi kartaa iminka? Maxaadna la wadaagi kartaa mudan? Hadda waxba kulama wadaagi karo. Dhaqaalaha doorashada aad u haysaan 40 milyan ayaa dalbateen. Dowladda maxay haysaa hadda oo doorashadadhaqaalaha doorashadu dowladda iyo deeq bixiyaasha ayay mas-uuliyadooda saaran tahay. Marka waxay ku wacantay inaad dowladda weydiiso mudane cidda wax dhaqan gelinaysa oo la rabo go-aanka doorashada inay dhaqan geliso waa adiga. Waa run. Waxaad u baahan tihiinna waa dhaqaale. Waa run. Oo Soomaaliya maanta isku filnaasho ma gaarin. Waa run. Miyaysan ahayn su-aashan qofkii ugu habboonaa ila weydiin lahaa inaad adiga tahay? May aniga hal wax baa iga weydiin kartaa. In dowladdu ay noo hayso maaliyaddii loogu talagalay doorashada. Intaasna waxaan kaaga sheegi karaa in dowladdu ay noo hayso wixii maaliyada ee doorashada lagu hirgelin lahaa.
مدن قدومي عاد بعضهم هالسنتين. بعوض اللي أنت عم كسر جوجبيني يا برامش كيني أود الشناب ومرتي كوها قدومي هو جد جرجلين تدورشين كحرف فدرال محمد حسن إيرو وسيد عضو تل برامش كان أي نوع لنا يبضن ولا حري رضو.